يا موردي قومي تقدريني، قومي تسحبي. ماني قدراني يا مو، ماني قدراني. ليش تقبريني؟ شبكي؟ ليش عم تبكي يا امي؟ ليش؟ من امبارح وانت على هالحاله، وبعدين يا امي؟ بعدين؟ انا مقهوره يا مو، مقهوره. يبعث لي حلم عليكي يا امي. سلامة قلبك من القهر، يا ريت انا ولا انت. ما صار جرحني وكسر بخاطري يا عم. الله يكسر بخاطره هو وامه. الله لا يسامح. يا مو بدك شيء جيب لك معي شيء، انا راجع من العادليه. سلامتك تقبريني، اخوك رح يجيب معه كل شيء بيلزمنا مشان الفطور والسحور. ايه مثل ما بدك. بس اذا لقيتي شيء حدا عم يساوي معروق تازه جيبي معك كم رغيف. من عيوني. يلا بخاطرك. الله معك تقبريني، مع السلامه. وردة يا خانم مثل بنتي، وأنا كثير اتضايقت على اللي صار معها. كله خير أم سعيد، كله خير. أنا جاي اليوم يا خانم مشان أدخل واسطة بينكم وبين عزمية خانم، بركي هالبنت بترجع لجوزها. تسلمي لعيونك، ما في داعي. بنتي لأنه ما بدها ترجع له، أصلاً مو طايقته ولا طايقة تسمع اسمه. يو، لك على ليش قاعدة عم تبكي عليه؟ هي عم تبكي عليه لأنه ما بده يطلقها وتاركها هيك معلقة. والله كنت حابة يعني بركي هيك بتتصالحوا بهالشهر الفضيل. حبيبتي انتي ما قصرتي، الله يخلي لنا اياك يا رب، والله يفرحك هيك بشوفة بنتك عن قريب. ان شاء الله ان شاء الله يا رب العالمين. بدك شي مني يا خانم؟ سلامتك حبيبتي. الله يسلمك، سلمي لي على وردتي. الله يسلمك، بأمان الله. الله معك. لا ليش عم تبكي يا مو؟ ليش عم تبكي؟ أنا دفعت ثمن شيء ما دخلني فيه، والحق عليكم أنتو، أنتو السبب اللي صار فيني يا مو. نحنا يا مو؟ نحنا؟ إيه أنتو. لو رضيتوا ترجعوني لمظهر ما كان خطب وحدة غيري. نحنا عملنا هيك لأنك غالية علينا، وما رضينا نرخص فيكي ونرجعك له بعد ما. ليش ما عم بتصدق يا مو انه مظهر ما قتل ابي؟ هو ما قتله. صح ما قتله، بس له يد بقتله. يا بنتي اللي مات ابوكي مانو حدا غريب، انتي نفسك ما لازم ترجعي له وتنتقمي له. المسامحة يا بنتي ما بيمشي حالها على طول، في قصص إذا بدك تسامحي فيها بتظلمي حالك وبتظلمي اللي حواليكي وبتظلمي أبوك. أنا ما بعرف أنت ليش عم تفكري هيك، ما بعرف. كل هالقد بتحبيه لمظهر لحتى هاين عليكي دم أبوك يروح رخيص؟ معقولة أنت؟ يسامحك يا مظهر. يلا يلا ان شاء الله. مساء الخير. مساء النور. اهلا مظهر. اهلا اهلا مظهر بيك. كيفك يا خانم؟ اهلا وسهلا. تفضل. يلا. حطوني حاضر. اهلا. خير شبك محمود؟ اولا بتكون مطول بقى إلك علي، ما بصير غير بدك يا امي. ان شاء الله ان شاء الله. طمنينا عنك يا خانم. اهلا. يا الله، مو انت هيك بدك؟ لا انا مو هيك بدي.
اليوم وردة أحسن من الأول. ها بشو أحسن يا عم؟ يعني أحسن من اليومين اللي مضوا علينا هم ونكد. ما بعرف مبارح شو صلى، كانت عم تبكي ودموعها على عرض خدودها، فاقت اليوم ما شاء الله عليها ما فيها شيء، عم تضحك وتلعب وتشتغل كأنه ما فيها شيء. وحدة تاني هي الحمد لله، يعني احنا شو بدنا اللي تكون مبسوطة ومرتاحة. ايه والله يا أمي، ايه والله، الله يهدي لها بالها. امين. شو يا أمو؟ سلامتك تقبرني. الله يرضى عليك ربي. الله يهديك. طول لي عمرك. بدك شيء اختي؟ سلامتك اخي. تعالوا افطروا عنا اليوم. بكره بنجي اختي بكره. خاطركم. الله معك تقبرني. سلم على مرتك. الله يسلمك. شفتي يا أمو؟ قديش اخوكي مبسوط منك. وليش مبسوط مني يا أمو؟ لأنك نسيانة اللي بكاكي وبكى عيونك. يا توبري قلبي. زواجتك رح تتوقف يا مصهر، وبإذن الله ما رح تصير ابنه. بكرة بتشوف. يا ميت أهلا وسهلا، نورت يا حبيبتي. أهلا وسهلا. أهلا فيك يا خالي. تفضلي تفضلي ارتاحي. طمني عنك ان شاء الله بخير. الحمد لله. والله حبيتك من قلبي. والله وانا كمان. تسلمي. شو وينها ورده؟ شو وينها؟ راحت على المستشفى. ورده ما اجت على المستشفى يا خانم. وليش انت مو بالشغل؟ وشلون ورده ما راحت على المستشفى؟ انا كنت بنوبه بالليل، خلصت الدوامي وهي ما اجت. شو هالحكي؟ لوين بدها تكون راحت؟ وردة؟ ايه وردة. شو بدك؟ انا بعرفك من زمان وبعرف تربيتك، لهيك جاي اشوفك راسي لراسك. تفضلي. تفسخي خطبتك عن مظهر، أحسن إلي وإلك. حبيبتي مظهر ما بده ياكل، رح يطلقك. غلطانة، مظهر ما بيطلقني وهو اللي ضل راكد وراي، بس أنا اللي ما رضيت. عم تكذبي، مو صحيح. صحيح، وأنا ما بكذب. بعدين لا تكوني مفكرة إنه مظهر بحبك. لا حبيبتي، مظهر خطبك بس مشان يجاكرني. وإذا قلت لك إني حضل معه وحأتزوجه؟ بنصحك ما تعمليها، لأنه رح تتعذبي كتير. من مين بدي أتعذب؟ مني أنا. هيك لك. اسمعي كلمتي ولا تتزوجي لمظهر. أمينة؟ تعا معي. شفتي ما اجى أنا؟ شفتي كيف عم تحكي معي؟ بس خلص معنا. لكن جوزة اجى لعندي على المستشفى. ايه والله يا خانم، وحبيت قلك مشان تصالحي هون مع بعض، لأنه شفت لك وردة بتحبه لجوزها كثير. بيصير خير إن شاء الله. بيصير خير. والله كنت قلت لك خليكي عنا، بس الدنيا صيانة.
يلا ان شاء الله كم يوم وبيخلص رمضان، كل عام وانت بالف خير يا خانم. وانت بالف خير حبيبتي. الله معك بامان الله. مع السلامة حبيبتي. يا مو ما بدك تقولي لي وين كنتي؟ ليش ما رحتي على شغلك؟ مو جاي على بالي اشتغل يوم ولا جاي على بالي اشوف حدا. طيب وين رحتي؟ كنت عم بمشي بالطرقة. الله يعينك على هالعقل اللي عندك. ليش انا عاد عندي عقل يا مو؟ والله انت صايره بلا عقل. الله يصطفل فيه اللي اخذ عقلك يا حنان. بعدين يا مو انت ليش ما قلتي لي انه جوزك اجى لعندك على المستشفى؟ وانت كيف عرفتي؟ ازدهار كانت عندي وقالت لي على كل شيء. شو؟ ما بدك تقولي لي شو قلتي له وشو قال لك؟ ما قلت له شيء يا مو، ما قلت له شيء. يضرب هالمظهر بالظاهر ما راح يحل عنا لياكله شيء ضربه محرزه مننا. يضرب هو وامه. انا كنت عارفان من الاول انه هيك راح يصير وحذرتك من هي الخطبه بس انت ما كنت تردي علي. يلا منيح هلا صار مشكله احسن من بعدين، بس الخطبه احسن من زواج. انا ما راح اترك مظهر، ما راح خلي ورده تنبسط وتعمل يلي بدها اياه. امينه انت هيك عم تظلم حالك. ارتاحي مرت اخي، انا بعرف حالي شو عم بعمل كثير منيح. مظهر بحبها لمرته وانجبر يتركها وراح يموت على ما يرجعها، فهم بقى امينه فهم. ما في حدا بيجبر حدا على شيء، مظهر لو ما بيحبني وبده يعني ما كان خطبني. امينه افتح عيونك وشوف شو عم يصير. مظهر ما راح يطلع ورده وانت اذا تزوجته راح تندم كثير. لا حبيبتي ما راح اندم، اليوم راح حل الموضوع كله. يعني راح تروحي لعندهم هلا؟ ايه اخي رايحه لعنده. فاخر اخت انتي واحد ما في عقل براسه، مجنون. مجنون بعقل؟ لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.